تقول انت هالحين متأكد انهم قالوا لك انهم هم قاصينه؟ الله يستر يا اخي يا محمد، الله يطول لي عمرك. عدت عليك الكلام ذا 10 مرات، قلت لك قالوا لنا تطمنوا يبي يطلع قريب. الحمد لله. ايه الله يجزاك خير. اي بس اتأكد وانا اخوك بس. اه في احتمال كبير ما يطلع ما دامك انت على قولك انه يحضر دروس عند اللي يسمى المهدي. وش الحكي اللي قاعد تقول انت؟ بعد الله يهدينا وياك، قال لك خالد تو كله درس واحد احضره لا وبالغلط تقول دروس؟ يا ابن الحلال، درس ولا دروس يعني معناه انه يعرفهم ويعرفونه. المهم الحين جزاه الله خير خالد توسط له وبيطلعونه ان شاء الله. لا يا ميمتي، الامور هذه ما فيها واسطات، هذول ربعي هم اللي يقولون لي الكلام هذا. اي نعم يا ميمتي، خالد مش واسطته، ما في واسطات، هذه امور سياسيه وكبيره. أهم شيء خالد جاب لنا الخبر وبشرنا. الحمد لله. الحمد لله. أي والله الحمد لله، غيره ما قدر يجيب أخبار ولا يدخل في واسطة أبد. الحمد لله إن الوليد اللي كان مع سعد طلع ابن حلال، وهو اللي اعترف عند الحكومة إن سعد ما له علاقة بهالموضوع. شفت؟ لا لا لا. شفت إن ولدي ما له علاقة؟ شو بلاك أنت؟ أنا اللي متهمة؟ هذا جزات إني جاي قبل العصر عشان أوقف معك. خلاص يا ابن الحلال، المهم إن سعد بخير والحمد لله، نحمده ونشكره. الحمد لله. شفتي خالد اعترف إنه ما توسط؟ ولو يا موضي، خالد لو ما عنده واسطة قوية ما جاب خبر مثل هذا. يلا هجل، أنا أبمشي أبروح البيت أطمن زينب على ولادها، تلقاها محترق قلبها فما الله. يلا فما الله. والله مسكينة، راح طمنها تلقى قلبها يفرك لين الحين. أي والله. تقعدين. سهيلة. يلا فما الله يمه. يلا بعد سلام. انا بعد بمشي. يلا سلام عليكم، انا وراي روحة للدمام. وش عندك بالدمام؟ عندي شغل يوم يومين وراجع ان شاء الله.